احنا نفذنا كتير مشاريع وكان من بين هذه المشاريع في مرة، يعني بأول مشروع أخذناه عملنا مثل إحصاء على موضوع إرث النساء، يعني قد إيه نسبة النساء اللي بتورث. بس طبعا كانت الاستمارة أونلاين اللي نحن عملناها، وكانت النتائج مش دقيقة، وكانت الخبرة يعني مش كتير كبيرة. بعدين بعد تقريبا سنة ونص من الشغل نحن أخذنا مشروع ممول من السفارة الكندية. من نشاطات هذا المشروع كان إنه نحن نعمل إحصاء دقيق ونعمل ريبورت بنسبة النساء اللي بيورثوا بمنطقة بعلبك الهرمي. وطبعا كوني أنا مسؤولة قسم الموارد البشرية بالجمعية، كانت مهامي إنه أشرف بشكل مباشر على المتطوعين. كانت نستقطب أول شيء المتطوعين، ننزل على الميدان نشوف عملهم. فأول شيء أطلقنا استمارة اللي بحب يتطوع كرمال نشاطات الإحصاءات. رجعنا أخذنا اللي بتطابق الكرايتيريا تعولن مع الكرايتيريا المطلوبة، ويلي هي مثلا يكون عنده خبرة، العمر، الجنسية، المنطقة، طبعا بده يكون قريب من المنطقة المستهدفة، المستوى التعليمي. أول شيء كان لازم نحن استقطبنا متطوعين ومتطوعات. طبعا كان في تقريبا 18 متطوع ومتطوعة، وحوالي 70% منهم من المتطوعات فقط من منطقة بعلبك الهرميل. أول شيء كنا عم ناخد مواعيد مع المناطق المستهدفة. كان عندنا 6 مناطق مستهدفة: بعلبك، نيحة، شمطار، طريا، بدنايل. من هودي المناطق يعني كنا عم ناخد متطوعين طبعا من المناطق المجاورة ومتطوعات. هلا جانا تواصلنا مع رؤساء البلديات من كل منطقة لحتى ناخذ الاوكي انه نحن نفوت على البيوت بهيدي المنطقة ونعمل احصاء مع النساء مباشرة. وتم هذا الموضوع. خضعوا المتطوعين والمتطوعات لتدريبات مكثفة مع أستاذ جغرافيا، هو عنده خبرة كتير كبيرة بالإحصاءات ودجا بيشتغل كتير مع جمعيات. فخضعوا لتدريبات لحتى نعلمهم كيف بدهم يفوتوا على البيوت، كيف بدهم يعملوا الإحصاءات، الاستمارة، ندربهم على الاستمارة والأسئلة إلى آخره. طبعا هودي 18 متطوع ومتطوعة كانوا عم يتواصلوا قبل ما يفوتوا على البيوت، كانوا عم يتواصلوا مع الفئات المستهدفة اللي هن النساء. نحن استهدفنا حوالي 1000 بيت، يعني 1000 امرأة فينا نقول. كنا عم نتواصل كانوا عم يتواصلوا معهم قبل كرمال يقدروا ياخذوا الأوكي ليفوتوا على البيوت. طبعا نحن مثل ما ذكرت سابقا انه نحن عملنا ديجا هذه الدراسه، بس كانت اونلاين وكانت النتائج مش كتير دقيقه لانه هي اونلاين. اما هلا اخترنا انه تكون هذه الدراسه ميدانيه، وهودي 1000 اسره نحن رحنا لعندهم، يعني كل هذه الدراسه تمت ميدانيا لانه التواصل المباشر ولغه الجسد كتير بتخبرنا اشياء غير ورا الشاشه. فنحن لما نقعد مع المرأة ناخد ونعطي معها ونسألها ممكن نطلع منها أشياء مش قادرين نحن نطلعها يعني عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفعلا نحن هذا اللي وصلنا له، يعني كانت النتائج اللي شفناها بأول مشروع لما عملنا الاستمارة أونلاين والنتائج اللي شفناها لما عملنا الاستمارة ميدانيا كتير مختلفة. حوالي تقريبا 85% من النساء ل 90% هن منن ورثانين بمنطقة بعلبك الهرميل. في كتير نسبة منهم كمان هن معيلين، يعني زوجها خاصة بهذه الأزمة الاقتصادية يا أما عم بتكون هي المعيلة يا أما عم بتكون هي شريكة مع زوجها أو مع بيها أو مع خيها بموضوع الأسرة، مصاريف الأسرة. من هون بنأكد على أهمية إرث المرأة، يعني هذه المرأة اللي صارت مثل الرجل بالميدان، يعني أنا عم بصرف وهو عم يصرف وأنا عم شارك بهذه المؤسسة. فمثل ما مثلا هو عنده مصدر يلي هو الورثة قادر يستفيد منه، قادر يزرع، قادر إذا بهذه الأزمة الاقتصادية مثلا يتمصرف فيها، نفس الشيء هي. فنحن لاحظنا دونك المرأة صارت عم تتحمل مسؤولياتها لأكثر من الرجل، عم تتحمل مسؤوليات داخل المنزل وبرات المنزل، عم تشتغل برا البيت مثل الرجل، عم تصرف معه، عم تكون شريكة بموضوع مصروف البيت، بالإضافة لمهامها بقلب البيت يلي هن بنعرفهم المهام الروتينية للمرأة. بالرغم من هيك المرأة ما عم تورث، ما عم بيكون ما عم توصل لمناصب سياسية، ما عم توصل لمواقع صنع القرار،
وبالرغم من كل جدارتها العقلية والجسدية وعم تتحمل كتير مسؤوليات، حتى الرجل مش قادر يتحمله. المرأة صارت هلأ عم تتحمل مسؤوليات أكتر من الرجل، برات المنزل وجوات المنزل، وبالرغم من هيك عم تنحرم من إرثها، يعني عم بتكون معيلة إلى جانب الرجل بالأسرة وعم تتحمل المسؤوليات التانية، ورغم هيك بعدهم عم يحرموها من إرثها، وكأنها مش قادرة هي بعدهم بموضوع الأموال، ما يعني مأمنين إنه منا قادرة تدير هذا الموضوع. بينت نتائج الإحصاءات اللي عملناها إنه أكثر من 85% من النساء هن معيلين، وبنفس الوقت هن مش ورثانين، في كتير نساء كمان مش ورثانين ومش معيلين، بس كمان مش ورثانين، وبهذه الأزمة الاقتصادية يعني صار وضعهم كتير رديء بسبب إنه لا عندهم إرث ولا قادرين يشتغلوا أو ما كان عندهم وظيفة معينة.